النار تجوجت. لا من الاشياء اللي ما عمري ننساها هنا في فاس كاين بزاف، لان كنت صغير، لان كانت عندي حتى الاخت ديالي ساكنه هنا والزوج ديالها هو استاذ جامعي هنا بلافاك في دونك انا صغير كنت كنجي هنايا تنجي عندهم وبيان سيغ وكنمشيو للنواحي افراني مزار الى غير ذلك. ولكن اكثر حدث غادي نكون بقيت كنتفكروا هو سنة 2008 لما بحكم أنني كنت كنجي تقريبا كل أسبوع هنايا شاك ويكند هنايا مدة سنة، لما كانت قافلة ديال 1200 سنة على تأسيس مدينة فاس 12 قرن من تواجد، فكنت كانت يعني كان دازت واحد السهرة جميلة واحد لقاءات فنية ثقافية، وكان واحد يعني سنة تقريبا وأنا عايش هنا في 2008 ديال الفنانين سواء مغنيين او ممثلين اللي ولاو تيقدموا البرامج. فانا هضرت في هذا الموضوع هذا اولا كنقولها بالضحك، تنقول حتى حنا الاعلاميين غادي نبداو نغنيو غنتعلموا الغناء ونبداو حتى حنا نغنيو في المسارح والمهرجانات والسهرات. ولكن هي انا ما يمكنش لي ننظر او نعطي رايي بحكم ان كاينين الناس اللي يعني واحد يعني نجحوا الى حد ما، ولكن كاين ربما الاخرين مازال باقي صعيب عليهم تقديم لان التقديم والتنشيط وربما عاوتاني كاين الجمهور تيشوف مثلا عنده هذا النجم ديالو سواء مغني مؤدي او ممثل كيشوفوا في واحد الشكل كيشوفوا في التقديم تيبدا يدير المقارنه ما تيعجبوش اي الحال خير خصو يدرسوا الخطوه ديالهم. وانا ما عنديش مشكل، ظاهره عاديه زعما غير يتقنوها وصافي. والبرامج الثقافيه للاسف ماشي هذا واحد الفينومين ماشي غير في المغرب، هذا في العالم كله، يعني في العالم البرامج الثقافيه ما بقاش عندها جمهور كاينه يعني ككوطا خصها تكون. مثلا كنشوفوا في القنوات الفرنسيه او القنوات الامريكيه او الانجليزيه كتلقاي مثلا برامج ثقافيه ولو ان الجمهور ديالها ضئيل جدا، ولكن مهم تكون لان هنا انا اللي كنصح به مثلا واخا ما تجيبش اودينس ولكن خصها تكون موجوده في 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 الشبكه ديال البرامج ديال القنوات ديالنا برامج ثقافيه. وهذا الفينومين كما قلت لك هو عام ماشي في المغرب، اللي كنلاحظوا لان بحكم تطور العصر التكنولوجيا الى غير ذلك الانترنت والتليفون الموبايل يعني بدل الكون، هذا واقع. فحتى الناس ما بقاش دابا واحد تيقرا، الا بغيتي تقرا دابا بغيتي تقرا كتاب ولا بغيتي تقرا شي حاجه كنقراوها في يعني في لا تابليت او لا في البورتابل. دونك هذا الشيء كل عوامل خلات بان هذه البرامج ما بقاش عندها اقبال كثير الا نخبويه ولات. ولكن انا ربما عندي افكار هنا خص يكون هذاك البرامج الثقافيه يكون فيها شويه ترفيه، يعني ترفيه بالتثقيف، ربما نقدروا نجلبوا واحد الشريحه اخرى من الجمهور. كنت من بعد 18 سنه او 19 سنة ديال دوزام فخرجت لما درت شركة ديالي وبغيت ندخلت العالم ديال الانتاج البرامج الخاصة بيا، فبديت اولا بالراديو لان بحال كان عندي واحد نقص في الاذاعة، انا ما كنتش دوزت الاذاعة، فدرت سنة او سنتين في الاذاعة اللي كانت هي اذاعة شاداي اف ام ودرت برامج على الهواء يعني مباشرة الى غير ذلك. ثم من بعد فاش بديت بدا هاد يعني ظاهرة المواقع لي سيت بداو، ف بيان سي ديك الساعة كان 360 اسبريس سلطانه الى غير ذلك. فانايا بحكم عندي علاقات واصدقاء فاقترحت برنامج اللي كان سميتو اش كتعاود في 360 ومشى الحمد لله بوندون واحد 3 ولا 4 خو. من بعد رجعت للتلفزيون بحكم انا ولاو قنوات جداد بيان سور، انا عندي علاقات باصحاب شادا مجموعه شادا الاعلاميه، ولان عندنا واحد الشغل بيناتنا في مجالات اخرى. فالحمد لله اختاريت شادا اف ام لان اولا قناه فنيه مغربيه فنيه 100%. ثم وانايا دائما تعرفت في هذه البرامج ديال الترفيه والمنوعات والموسيقى الى غير ذلك، فمن ثم اختاريتها ودرت في برنامج دندنه مع عماد اللي كيدوز كل يوم جمعه على شادا تي في. ما كرهتش غير فاصله تبقى دائما في قلبي وفاصله يعني كاين تواد ولا كيدخل مع الزمن الجميل. برامج فاصله كانوا حتى ان الناس مثلا ملي كنتلاقاو مع الناس كاين اللي تيقول لي انا كنت صغير وكنت كنتفرج فاصله، كاين اللي تيفكروا بايام الشبابيه ديالو، كاين اللي يعني الحمد لله كان من البرامج الناجحه اللي دازت على مستوى تاريخ التلفزيون المغربي وهذا واقع. ماشي انا اللي غنقولوا بيان سور بحكم ان مثلا انت كتفكري فاصله والى غير ذلك. نبغي ندير ربما ندير بحال ذاك الشكل غير هو كيطلب امكانيات. انا نقول لك يعني باش نلخصها برنامج بحال شكل فاصله
بطبيعة الحال ندير احسن من الفصيلة وبطريقة أخرى واللي غتماشى عاوتاني مع هذا الوقت. غير هي هذه البرامج هذه النوعية البرامج كتبغي إمكانيات. وهنا شوية يعني السبونسور ما بقاوش شوية رجعوا بالنسبة للتلفزيون، التلفزيونات كلها بصفة عامة. الطوندوس المغربي أنا ما كنتبعش بزاف باش نكون ذاك، لأن أنا تبعت في شي أيام بل يا ما تفاهة ما حاجة لا يعنيني، ربما ماشي تفاهة بالنسبة للناس أخرين. أحترم، أنا كنحترم، أنا واحد الإنسان اللي تنبغي كل واحد يدخل سوق راسه، كل واحد يحترم راسه، احترمت واحترم، انا كنحترم هذوك الناس اللي تيديروا بعض الاشياء اللي كتبان لي انا تافهه، ولكن من منظورهم هما ربما كتبان لهم مزيانه، ونقدر انا اشياء اللي كتهمني تبان لهم هما تافهه. مثلا انا ربما نبغي نعرف نبغي نبحث اكثر في الكواكب، يمكن هذاك يقول لك هذاك هذا ما عتمالو هذا طير ليه الفرخ، اش جابوا الكواكب دابا هذا، فهمتي؟ اولا تنحي الجمهور اللي كيشاهدنا وجمهور سلطانة، وكنقول لكم بالتوفيق ان شاء الله والمزيد من البرامج، وتهتموا اكثر كذلك بالبرامج اللي كتهم المراه، فلان المراه المغربيه كيخص نشد يعني فهي تاج فوق راسنا. وجميل أننا نشوف بحال دابا هذه المواقع بحال هكا اللي كتهتم يعني باختصاص في مواضيع وفقرات اللي كتهم جميع الشرائح وخصوصا المراه المغربيه. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.